وللحديث أكثر عن السياسة التي تنتهجها حكومة الكاظم سيرا على نهج سابقيها مما أوصل العراق إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب نتيجة لتمكن إيران من القرار في العراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جاسم الشمري. مرحبا بك معنا. أستاذ جاسم، تقرير لوكالة رويترز للأنباء يؤكد انخفاض أسعار النفط والانكماش الناتج عن فيروس كورونا وبأن ذلك أضر بالاقتصاد العراقي، إلى أي مدى ترى أن الحكومة الحالية أو حتى من سبقها من الحكومات قدمت البدائل لمثل هذه الأزمات؟ نعم، شكرا لكم. يعني أنا أعتقد أن العراق دولة تعتمد بما نسبته أكثر من 93% على واردات النفط العراقي، وبالتالي حينما وقعت يعني كارثة كورونا والانخفاض غير المتوقع لأسعار النفط جعل حكومات بغداد في موقف حرج يعني وحرج جدا. يعني لو نأخذ مثلا في يوم 14 مارس 2019 و14 مارس 2020 في هذا اليوم فقط العراق خسر 75 مليون دولار بسبب يعني هبوط أسعار النفط، وعليه أي دولار من أسعار النفط العالمي يهبط هذا يعني ملايين الدولارات تفقدها الدولة العراقية. نعم. وعليه حينما نتحدث عن دولة لا تمتلك في الغالب إلا الموارد النفطية، وإلا يعني تعلم جنابك أن العراق فيه واردات أخرى، لكن الفساد المالي والإداري أهدر هذه الواردات وجعل الحكومة ترضى هي والقوى الأخرى التي ارتضت أن تقسم الكعكة فيما بينها أن تعتمد السرقات الكبرى. نعم. على النفط، وبالتالي العراق بلد فيه الخير كثير، فيه واردات. وهذا بالمناسبة أستاذ جاسم ما تضمنته برامج الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق من إخراج أو ضرورة إخراج العراق من أسر الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد المتنوع الشامل، لكن يبدو أن الحكومات حتى حكومة الكاظمي التي تقود الآن العراق لم تنجح في ذلك، لم تخطو خطوات واثقة باتجاه هذا الاقتصاد المتنوع. التاجر الذي يخسر التجارة لا يمكن له أن يدخل السوق، وبالتالي حينما نتحدث عن حكومات خاسرة لا يمكن لهذه الحكومات أن تدخل إلى السوق العالمي. يعني العراق قبل عام 2003 كان من الدول يعني المكتفية في الكثير من الجوانب الغذائية والصناعية، كانت لدينا معامل كبرى في السيارات، كان هناك معمل لتجميع السيارات، معمل أدوية سامراء الآن وحتى في السابق من المعامل المتميزة في الشرق الأوسط، معامل التعليب والمواد الغذائية ما زالت حتى اليوم يعني تعمل لكن بطاقات أقل، لكنها من المعامل. نعم. المميزة. وبالتالي حينما يغيب الفكر التجاري الحريص على أموال الشعب لا شك أن هذه الأموال ستهدر وستذهب إلى جيوب الفاسدين، وإلا فإن الموازنات التي دخلت إلى العراق كانت كافية لإنشاء أفضل يعني شبكة كهرباء في العالم، وكافية يعني ترتيب أفضل المعامل لإنتاج السيارات وتجميع السيارات وإنتاج وتجميع وتصنيع المواد الغذائية. نعم. وغير ذلك مما يفتح. نعم. الباب للقضاء على البطالة في البلد، لكن المشكلة الكبرى هي في الإدارة، وكما تعلم جنابك أن السياسة هي التدبير. نعم. أستاذ جاسم، أيضا هناك يعني موضوع آخر يتعلق بهذه المسألة، كما يقول مراقبون ومتخصصون في الشأن العراقي والإيراني، من أن إيران التي لها اليد العليا في العراق وفي الإبقاء على العراق نفطيا للاستفادة من البلد الكبير كسوق لمنتجاتها، هذا أيضا سبب من الأسباب التي تحرص الحكومات المتحالفة مع إيران على إبقاء الاقتصاد نفطيا كي يستفيد الطرفان. يعني هذه معضلة إيران، معضلة كبيرة، معضلة أنه عدم وجود قيادات قادرة على أن تتعامل مع إيران بندية. هنالك فرق بين من يتعامل بندية وبين من يتعامل بتبعية. القضية قضية يعني رضوخ
للإملاءات الخارجية الإيرانية على المستويات، في الغالب على المستويات السياسية والاقتصادية، وهذا الأمر لا شك أنه يقود لمثل هذه النتائج. لكن أتصور أن العقوبات الأمريكية وبالذات ربما عدم التجديد للعراق لاستيراد المشتقات النفطية من إيران، وكذلك ربما وهذه نقطة مهمة أود أن أشير إليها على عجالة، قرار الاتحاد الأوروبي يوم أمس ب يعني تجريم العراق على أنه أو عد العراق من الدول التي يعني تدعم الإرهاب وفيها جرائم غسيل الأموال، وهذا أيضا كما تعلم جنابك له علاقة بسوق بيع الدولار في البنك المركزي العراقي، وأعتقد هنا سيكون الموقف الرسمي العراقي في حرج كبير بسبب الضغوطات الدولية التي ستسلط الضوء على الأموال الداخلة والخارجة من العراق، وبالتالي ربما لن تستفيد إيران مجددا من هذه التسهيلات المالية من البنك المركزي العراقي. أخيرا أستاذ جاسم، في الوقت الذي يعيش فيه 4.5 مليون عراقي تحت خط الفقر بحسب يونيسف، الاتفاق النفطي بين العراق ولبنان يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، ما الدوافع وراء هذا الاتفاق برأيكم؟ والله التاجر فاشل يذهب إلى التجار فاشلين. اليوم لبنان تعيش في أسوأ مرحلة في تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ نشأتها إلى اليوم. ما الداعي الذي يذهب تجار العراق إلى تجار لبنان؟ وبالتالي التاجر الحكيم يذهب إلى السوق الناجح، إلى السوق الذي فيه أرباح. كيف يذهب إلى سوق هو يعاني أصلا من مشاكل؟ وبالتالي هذا يقودنا إلى فرضية، وهو من الذي دفع هؤلاء إلى الذهاب إلى هذه المنطقة تحديدا؟ أنا أعتقد وغيري يعتقد ذلك أيضا أن إيران هي التي دفعت باتجاه هذا التفعيل للزيارة، ذلك لأن الحكومة الموجودة اليوم في لبنان هي حكومة محسوبة على حزب الله اللبناني، وبالتالي ربما هي دعوة أو محاولة لإنقاذ هذه الحكومة حتى لا تفشل، لأن الفشل سينعكس بشكل آخر على إيران. وبالتالي أنا أقول أن الحكومات الشريفة، الحكومات النقية، الحكومات الصحيحة يفترض بها أن تعمل من أجل مصلحة أبنائها لا من أجل مصلحة الآخرين، ويمكن أن تكون هنالك علاقات يعني منفعة متبادلة، لكن لا يعني أن نكون نحن بحاجة إلى المال ونذهب ونوزع المال على الآخرين، وهذه نظرية غريبة جدا. شكرا جزيلا لك الأستاذ جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.